اليوم السابع كتبت في صفحتها الأولى بعنوان تعديل وزاري محدود بإجماع البرلمان. تعديل وزاري طبعا كلنا اتبعنا النهاردة التعديل اللي حصل، واللواء أبو بكر الجندي أصبح وزيرا للتنمية المحلية، إيناس عبد الدايم للثقافة ورجل النشاط للسياحة، وخالد بدوي لقطاع الأعمال، والأول مرة يتم تعيين نائبين احدهم للاسكان والاخر للصحه. وكيل البرلمان كان معانا امبارح واكد ان هدف التعديلات الوزاريه هو ضخ دماء جديده لاول مره كمان 6 سيدات في الحكومه وكواليس رحيل الوزراء الاربعه في الساعات الاخيره، ومطالب برلمانيه بحركه محافظين سريعه. لسه بقول لحضراتكم دلوقتي هي اليوم السابع كاتبه بكره ان في مطالب برلمانيه لحركه محافظين سريعا، احنا بنتنبأ لكن واضح ان الراي العام بيطالب بكده كمان.